انا مشروع صغير، كنت ابيع مشروبات ساخنة وباردة. سافرت على تركيا وعجبتني فكرة اسمها انفاس التنين، عبارة عن شيبس وبمبا وغاز نيتروجين مرخص من الصحة، بخلي الحبة باردة. فحبيت ان اجيب تركيا على طول كريم، واللي بيجي مش بجربها عندي بحس حاله بتركيا. واهلا وسهلا فيكم. انفاس التنين؟ اكيد، يعني جربتها، اشي زاكي ومميز ومرتب وما شاء الله. يعني جربته، اشي بجنن وزاكي وما شاء الله عنه. جربناها، طعمها بجنن واشي جديد على البلد، وان شاء الله انه ربنا الله يوفقه ويسعده بهذا الشغل. وجد اشي يعني طعمه خرافي. انفاس التنين جربناها من عند اخونا كرم الزين. يعني كفكرة انفاس التنين اشي جديد على طول كرم، يعني خلينا نحكي اسطنبول الصغيرة صارت موجودة هون بالكيوسك اللي عند كرم.